مضايا محاصرة من كل الاتجاهات، وليس مرض السحايا آخر الأوبئة التي تجتاح أجساد المدنيين فيها. وعدا عن كونه من الأمراض المعدية سريعة الانتشار، إلا أن قلة الحيلة لدى ما بقي من كادر طبي تضع الجميع أمام مشهد مأساوي، ولا سبيل سوى رفع الصوت ليتم نقل المرضى إلى مشافي العاصمة دمشق. طفلة هدى أياد محمد مصابة بالسحايا، صار لها 20 يوم مصابة بالسحايا، عندها آلام بالرأس وحرارة داخلية قوية كتير، وعندها ألم بالبطن وإقياء. البنت حالتها سيئة كتير، حتى عم بالليل على الأم عم تقلي إنه عم تهلوس كتير، وصار عندها خربطة، يعني عم تفقد الوعي البنت، والبنت بحاجة لنزلة على الشام فورا. سجلت مضايا ما يقارب 20 إصابة خلال شهر واحد، والمرض المعدي ما زال يهدد أهالي البلدة في وقت تشهد حصارا خانقا وشحا في المواد والمستلزمات الطبية الأساسية والأدوية وغيرها من حاجات الناس. تعاني البلد من انتشار كبير لمرض السحايا، حيث وصل العدد إلى 18 حالة، 4 منهم من عائلة واحدة. وتعمل الهيئة الطبية الآن على إنشاء غرفة حجر صحي للمرضى بعد أن انتشر المرض بحالة تشبه الوباء. مثلي متاي. الموت والمرض والجوع يلاحقون أهالي المدينة، فإن لم تمت جوعا أو مرضا قد تموت جراء ضربات القناص، إذ تسجل البلدة وسطيا إصابتين في اليوم غالبا ما تكون خطيرة. وأما ضمير العالم فيغط في سبات عميق. المدارس، نداء عاجل إلى جميع المنظمات والهيئات العالمية، منظمة الأمم المتحدة، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر.